إنه أنا سويت سينجل، أنا حطلع أغني الآن. فرحة كانت قتلتني صراحة، قاموا يرقصوا معي الناس. أكثر حاجة حبيتها في الأغنية إنها تعلق بالراس على طول. أنا أنتظر جوري وكمان أشوفها تنضج أكثر أكثر، يكون عندها أغاني أكثر، وجوري راح تكون إن شاء الله قد التحدي. كذا ولا كذا شكلي بديت انجن. غنيتي مصري على قولة حمدي يخرب بيتك. هطربتينا. وعلى فكرة من الحين أنا بقول لك البرايم الجاي أبيش تغنين يمني. هذا شرفني طبعاً إنه أغني اللون اليمني، وانتظرونا البرايم الجاي إن شاء الله حأبدأ. أنا أكثر شيء بتذكره بالسايكل وان هو وقت عملتوا له عيدة، هذا شيء ما بينتسى. حلوة الأحوال. الإمرة المواهب وقتها طلعت خلاص. ايه. صح. القلب الكاي بين حبك إلو. كل برايم عن برايم عم بتزيد المسؤولية علي. خلونا نشوف ترتيب العام للمشتركين. بنهاية الجولة الأولى كنت حس حالي بخطر لأنه كنت التامي بترتيب الأرباح. مبروك فادي. انصدمت إنه طلعت الأول. أنا عندي مشكلة معك، عايزك تفك. أخذت حكيه بعين الاعتبار وأداء وراء أداء، صرت عم برتاح أكتر على المسرح وعم بيكون عندي جرأة اتفاعل أكتر مع الجمهور. الله يخرب بيتك يا فادي. العرض المباشر السادس كان شعور كتير حلو على المسرح، ولأول مرة أهلي كانوا عم بيحضروني، ساعدوني بلا ما يعرفوا وعطوني قوة على المسرح. زي العسل. والله العظيم ما كان عبالي تخلص الجولة الثانية بلا ما أكون عامل غنية خاصة إلي. فادي عنده حتة كده الصراحة يعني بتميزه. أستاذ حمدي عنده خطة براسه وأنا بوثق فيه، وأنا مستعد أكيد حارب كرمال يطلع لي غنية خاصة إلي بأسرع وقت. بحس إنه بالمرحلة الجاية رح ركز أكتر على السوشيال ميديا، رح أطلب أكتر من المدير العامل يجرب دبلي حفلات كرمال أعلى شوي بالمراتب أكتر، لأنه انتقلت من المرتبة الأولى للمرتبة السادسة، فبحس إنه لازم أرجع أعلى لأنه أحسن ما أصير بخطر. عطلين هم شوية من أدائي لأنه ما إنه اللون اللي بغنيه عادة، بس كنت أدى وتفاعل الجمهور كان كتير قوي وحمسني زيادة عن اللزوم وعطيتني كل طاقة.